الدكر بتاعنا ما تدفع كيشت. وانا قلت لك لا مش هديك فلوس. انا بقول لك ارجعي اقعدي في بيتك. راشد عنده حق يا فتون، لازم ترجعي البيت. لا ما عندوش حق يا اختي. ها هتدفع ولا ايه؟ بس خلاص وما يا بنت عسل هات المحفظه من جوه. حاضر اخوي. شايفه شاكمها ازاي؟ اه يا اخويا دكر شاكم البيت وماشيه ايه. الله اكبر عليك. اسمعي لي يا ست البنات، خد يا ست الكل. ايه ده؟ انا عايزه 500. 500 عفريت لما ينططوه؟ نعم. 500 جنيه في يومين هتدفع ولا ايه؟ ما تقول. خدي ياخد عدوينك ان شاء الله. اصطبح بقى. انت خايف منها ولا ايه؟ لا خايف ايه، انا بس اتفقت مع عسلين ان انا هبطل بعد الجواز، بس دي يعني استبحت الصباحيه بس. انا عارفه انك ممكن تغوي ابليس يا فتون، بس من هنا ورايح مالكيش دعوه براشد. والنبي مراتك عندها حق او المصحف. طب بقول لكم ايه يا جماعه، نستأذن احنا، يلا يا فتون اتاخرنا. اه يا اختي نكملها على السلم. رايحين فين؟ اصب لكم الشاي. لا اصل انا يا اختي ماليش في السهوكه اللي انتوا فيها دي. خلصوا السهوكه واشربوا الشاي عشان انا مرارتي صعبه قوي، بيجي لي حموضه. مبروك يا راشد، مبروك يا عسلية. الله يبارك فيكم، شرفتوا ونورتوا. مع السلامة يا اختي. مبروك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. مع السلامة. مع السلامة. ده هو نفس واحد بس. انا اقدر ازعلك برضه يا ست البنات. النهارده نفس واحد، بكره سجاره، وبعد كده نرجع لقديم، واحنا ما اتفقناش على كده يا راشد. صح صح، انت عندك حق، احنا ما اتفقناش على كده. هي المفروض تبقى قطعه بنهي على طول. وبعدين خلاص ده هو يومين ثلاثه وانزل الشغل الجديد وانسى بقى كل القرف ده. معلش حقك علي، حقك علي عشان خاطر حته صغيره. حته صغنطوط، حته صغنطوط. تليفون. شو تليفون؟ الو. My darling, I'm so happy for you. مبروك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انت اتجوزتي اللي انت بتحبيه مش كده؟ كان اسمه I think الحسن صح؟ نو I married another man. It's a long story. I will tell you when I meet you. خلاص يا حبيبتي. انت بتتراكم بكافيت ولا ايه اللي بتقوليه؟ Enjoy yourself ها؟ انبسطي. على فكره جايبه لك حته كادو هتعجبك جدا. ربنا يخليكي ليا. ماشي يا حبيبتي. اوكي يلا. باي حبيبتي. مع الف سلامه. ربنا يخليكي. مع السلامه. مع السلامه. ايه ده؟ ايه في ايه؟ مين؟ كنت بتكلمي مين؟ دي مدام سهى. سهى؟ سهى مين؟ نزل رجلك. سوم باي ذا واي اسمها عسلية. يس اي نو اسمها عسلية، شفت البطاقة بتاعتها؟ أنا اللي مشغلاها وأنا بقى سميتها سالي. البت دي she has a very very strong spirit. She's an extrovert. ومن يوم ما دخلت البيت وبقت جزء منه. وعلى فكرة لماحة جدا، she's very very smart. ما عندهاش طول. فقيرة ومش متعلمة، بس لو ركزت معاها شاطرة جدا، هايلة. يا ماما ناس مختلفين تماما عننا. انا امبارح كنت في الفرح بتاعها. كنت ايه؟ ثانية واحدة، كنت فين؟ كنت فرحها عسلية او سالي دي. انا عارف ان انت بتحبيها قوي وكنت لازم اروح واساعدها and give her a hand. Really؟ تروح تساعدها and give her a hand. And you know that I love her very much. ما خدتنيش ليه بقى طيب؟ سو انت لو رحت هناك تتاكلي. الناس هناك مختلفين خالص، حرامية وبلطجية وبيضربوا نار. ما ينفعش تروح هناك خالص يا سوف، عشان كده ما قلتلكيش. And she بقى is very different. وبقى لها سنين بتشتغل معانا وأنا بحبها، والبنت دي شاطرة وكويسة. And you know that I love her. And you know that she's very very good. Okay, come on. Even if ما ينفعش يبقوا قريبين مننا الناس دي خالص يا سوف.
وانا في ناس مستنيني بصراحه. And I have to leave. Go. Go. Okay. داليا. واحلى قهوه معاك لعم صلاح. قول يلا انت تعمل سياحه. امشي. شيش عم راشد؟ ايه. فين يا باشا؟ بص يا عم راشد، انت عارف انا بحبك قد ايه؟ وجاي لك في كلمتين ورد خطاهم. تمام. ريحتك في احد معاون الباحث سألنا عليك. انت بتشتغل في الحلوه دي من امتى؟ تسلم ايدك، شكرا. شكرا. حلوتي يا باشا، والله ما بشتغل في البودره ما انت عارف. لا، انا مش عارف. سياده المعاون هو اللي عارف كل حاجه. لما نفسك يا راشد، واعتبر وجودي النهارده ده تحذير ليك. ونموت فرحك ان انا ما جيتوش امبارح. ايوه يا باشا، لكن انا يعني لا ما لكنش. انا كده خلصت ذمتي من ناحيتك. واللي جاي ما فيهوش زعل. كده انا عداني العيب. وازح يا باشا. وازح. عالحلوة والمرة مش كنا متوعدين. ليه تنسى بالمرة؟ ليه تنسى بالمرة؟ يا حلو كده ما ياكلش. ده احنا لسه بنقول يا هادي. السجن ده وحش قوي. ايه ده وحش؟ ادى ده محمد يا هادي. تعالى اسندني. ايه ده بجد وحش؟ محدش قال لي. انت كنت فاكر ايه؟ هيعملوا لك سجن تتمنجح فيه يعني؟ انت متجوز علي؟ عداش عليا شهر. طب ما مصلحه. خدت الحلو من الجواز، خدت وش القفص زي ما بيقولوا. يا جدع ما تفكرش، الفكر بيتعب وبيطول الوقت. اضحك عشان ايامك تعدي وتفوت. انت هتخرج امتى؟ انا بعد 60 شهر و11 يوم. يعني دول كام سنه؟ 5 سنين و11 يوم. الحكومة مش هتسيب لي 11 يوم، بس دول يعدوا هوا، أنا يمكن ملحقش أتغدى معاك بكرة. اضحك يا جدع وتفكر، أوعى تفكر في اللي بره. اللي بره واسع، والكل سالك فيه، لكن هنا ضيق، مخنوق. وأنت يا ابن الناس مش ناقص خنقة أكتر من اللي أنت فيها وزنقة. زي ما قلت لك اضحك عشان أيامك تعدي وتفوت. وتفرح اللي يمين. ايوه على الحلوه. ايوه ارقص يا دعمك علي. انا ودينا قاعدين بنتكلم مع بعض شوية. ماشي. جوزك نام؟ لا صاحي في اوضته ممدد على السرير. شيل الحلة دي رجعيها ورا. هاتي. يا راشد انا بعمل شاي صب لك. هو قال حاجة؟ قال لك اه.